تعالى اقول لك شويه نصايح لو رايح جبل موسى او جبل سانت كاترين. هتعمل حسابك ان الطريق طويل جدا وبالنسبه لك كاوتش فرقع، ونزلنا في المكان ده في وسط الجبال. لما نزلنا لقينا احجار فيها شجره موسى، ولقينا احجار تانية فيها اجزاء من الذهب. حاول تبدا طلوع الجبل من الساعه 12 بالليل، خد معاك اكل بزياده والبس كوتش يكون مريح جدا. الرحله متعبه لان انت بتقعد 6 ساعات بتقطع فيها حوالي 5 كيلومتر، يعني 2285 متر فوق مستوى البحر، ولكن متعه الوصول بتنسيك التعب، خاصه لما بتشوف شروق الشمس من فوق السحاب لاول مره. عاده درجه الحراره فوق بتكون بالسالب، ولكن انا اخترت توقيت شهر 11 عشان ما يكونش فيه تلج كتير. لما الشمس بتطلع بتحس بجو مختلف تماما عن اللي انت طلعت فيه، ولكن خد بالك وانت نازل الموضوع بيكون صعب شوية.